غطيت أماكن كثيرة مختصة في بيع مستلزمات والعناية بالحيوانات الأليفة، لكن مكان بهذا التصنيف بهذا المفهوم الجديد أول مرة. أنا موجود بزوبرا، طبعاً هذا فرعهم الثاني، غنيين عن التعريف، لهم خبرة في هذا المجال أكثر من 18 سنة. يا سلام، هذه من النوادر القطة صح؟ نعم. شنو تتميز هذه؟ هذه بقصر القامة. سبحان الله، شوفوا كيف حجم الأرجل حقها، ولعوبة وجميلة. المكان هذا حكاية يا جماعة. يا قلبي أنا، يا قلبي، شوفوا كيف حجمها، ما شاء الله تبارك الله. الله، شوفوا الجمال، يجننوا ما شاء الله تبارك الله. سكوتش لونج هير، حلو. هذه كم عمرها الحين تقريبا؟ شهرين. ها قلبي أنا. نبدأ جولتنا، طبعاً كل ما يختص في العناية ومستلزمات الحيوانات الأليفة، من قطط إلى كلاب إلى طيور إلى الهامستر. شوفوا كيف طريقة التوزيع اللي موجودة بالمكان، حكاية المكان، بالإضافة إلى بيع بعض الحيوانات الأليفة مثل القطط والطيور، وعندهم فصائل نادرة. شوفوا ديكورات المكان، أقول لكم مفهوم مختلف. هذا قسم ألعاب طيور، الألعاب الخاصة بالطيور. هنا عندنا بعض الطيور أيضاً هذه للبيع، وهنا الأعلاف الخاصة بالطيور، أكثر من شركة، أكثر من نوع. بعدين الأعلاف عندهم متوفرة من يوم بداية الطير، أول ما تفقس البيضة وانت ماشي إلى ما يكبر معانا الطير، الأعلاف متوفرة حق جميع أنواع الطيور. التنوع اللي موجود عندهم، كل ما يحتاج الطير من معادن، الفيتامينات، إلى الفواكه، جميع الأنواع متوفرة عندهم. شوف تنوع عجيب يا جماعة، أنا أقول لكم الأماكن المميزة اللي لما تدخلها تنبهر. مثل ما قلت لكم عندهم نوادر الطيور، شوفوا لونه هذا عجيب. شنو هذا سيد؟ هذا حسون بولفنش، تركيبة. تركيبة، ها شوفوا لونه. وعندك اللي فوق هذا، أيوة، هذا حسون كناري. حسون كناري، ايه. شوفوا يا جماعة كيف اللون، ما شاء الله تبارك. اللون نادر طبعا. وعندنا هذا سسكن أسود على حسون. يا سلام. وهذا طير اسمه سسكن، هم لونه نادر. وعندنا هذه الألوان ما شاء الله زي ما انت شايف، مكان مميز. وهنا الخاصة بالقطط، ها الأغذية الخاصة بالقطط، وهذا القسم حق الكلاب. الله يكرمكم، ايش رايكم؟ مكان عجيب يا جماعة. متوفر عندهم الأكل الرطب والأكل الجاف. وهذا قسم المكافآت حق القطط والكلاب، أثناء التدريب يدربوها على الاسم، يدربوها على بعض الحركات، فتحتاج إلى الأشياء هذه المفرحات، خلينا نقول. شوفوا التنوع يا جماعة، هذا التنوع ما تلقاه بأي مكان. أيضا متوفرة عندهم شركة بينك أوبال، هذه الشركة الشهيرة بالمكملات الغذائية والعناية. هذا قسم العناية، إيش ما يحتاجه الحيوان الأليف من تعطير إلى شامبو إلى غسيل إلى أشياء حق الفطريات، حتى حق الأسنان حق الحيوانات هم متوفر. شوف كيف هذا مزيل الروائح حق الرامل، حق كل شيء موجود عندهم. يفوز المكان هذا يا جماعة. شوفوا التشكيلة اللي موجودة عندهم حق البيوت، الرمل، عندهم أكثر من 13 شركة حق الرمل اللي يستخدمونه حق القطط. هذه يسمونها العياشات ولا والسقايات؟ مأكليات بلاستيك. اه المأكليات. هذه المأكلية والمشربيات الخاصة بالقطط.
وهذه تستخدم حق إزالة الشعر من الملابس. من الملابس. ها شوفوا كيف يا جماعة، شوفوا كيف العناية، شوفوا كيف التنوع اللي موجود عندهم. عجيب هذا المكان يا جماعة، نقول لكم شيء أبهرني. هذه الفرش، المشاطات، كلها أدوات عناية. طبعا مرة عجبني تصميم المكان فسألتهم، فقالوا هذا تصميم وأفكار المهندسة دعاء عادل، انتيريال ديزاين. ما شاء الله تبارك الله، يعني واحد عنده محل تجاري ويبغى يبرزه بأفكار جميلة يتواصل معاها. حكاية الديكور يا جماعة، أهنيهم صراحة يا جماعة. كيف التصميم؟ هذا قسم العناية حق البادي كير والماني كير والاستشوار حق القطط والكلاب. شنو الدلع هذا؟ شنو الترتيب؟ حركات. حسابهم بالإنستغرام تابعوهم وشوفوا الجديد عندهم. طبعا مناسبة الافتتاح عاملين هنا مسابقة وفيها جوائز، طبعا بس تدخل تضيف حسابهم وتعمل إعجاب ومنشن إلى 3 أشخاص وتكتب أي تعليق وفالك الفوز. طبعا الجائزة الأولى حاطين لك هنا ذهب، والجائزة الثانية قسيمة مشتريات بقيمة 300، والقسيمة الثالثة أو الجائزة الثالثة بقيمة 200 ريال. تابعوا حسابهم. طبعا المفترض يسحبون على المسابقة اليوم، بس عشان الإعلان فالمتابعين يستاهلوا، فراح يتم السحب إن شاء الله بكرة. راح أحط لكم الآن البوست حق المسابقة، اعملوا له إضافة وشاركوا وفالكم الفوز. وهذا موقع زوبرا موجود بتاروت حي الدشة، هناك يصير نادي الهدى، هناك محلات الذهب، هو يصير بالخلف. طبعا بالإضافة عندهم موقع إلكتروني وعندهم توصيل إلى جميع مناطق المملكة. طبعا الافتتاح الليلة وراح يتم توزيع هدايا على الحضور. حياكم ونترياكم.